بدي لازم تحكي لنا عن مقابلتك مع الكينج محمد منير ستمير. محمد منير كمان الفنان الكبير محمد منير التقيت بيه برضو أكتر من مرة. محمد منير ده حالة خاصة جدا من الفنانين. هو مودي جدا. يعني مزاجي قوي. لازم تعرفي امتى الوقت اللي تكلميه فيه. مش اي وقت. يعني انت ممكن تكلميه في وقت يقولك لا اسف مش جاي. وممكن تكلميه في وقت يا مرمر انا جاي كده. يعني مهم جدا تختاري الوقت المناسب اللي تاخدي منه الاوكي. اللقاء اللي عملته معاه في ليلتي كلمته قال لي موافق جاي ان شاء الله ومش عارفه ايه. بس انا عشان بابا قلقانه من محمد منير طبعا فبقيت كل شويه عمال اكلمه في التليفون استاذ محمد احنا معادنا كذا ها يا مرمر فاكر يا مرمر خلاص بقى اقول معلش بس احنا هوا احنا كنا لايف فما ينفعش يضرب الهوا طبعا قد ايه شخص جميل قد ايه شخص مهذب وقد ايه شخص راقي وطبعا مش انا اللي هقول رايي في محمد منير ده الكينج يعني الكينج صح بيقدم صورتي او يعني عملتي لقاءات مع يعني مع كبار النجوم سواء في مصر او في الوطن العربي انا احنا خلصنا انا عارفه بس ممكن اخر حاجه بس يا جماعه معلش عشان انا الحوار معاكي والله ما عارفه اخلصه انا بحاول ان انا انقل خبرات حضرتك العظيمه للناس اللي بتتفرج عليكي ولينا احنا شخصيا مجال حضرتك الاعلام مجال مش سهل مجال صعب مجال بيتطلب العلاقات على طول ما بيتطلب ان انت معظم الوقت بره البيت بتصوري بتسجلي كذا 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 زوج حضرتك اكيد كان زي اي رجل مصري كان بتمر عليه اوقات بيبقى متضايق زي اي راجل كنت بتعملي ازاي او بتتصرفي ازاي كنت بتوازني الموضوع ازاي بتقفي ند بند ولا وده شغلي وان كان عاجبك ولا لا 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 خالص إيه بقى؟ بصي انا في رايي والله يا نرمين الست العامله الست اللي بتشتغل انا كنت انا يعني يمكن الشغلتين اللي اشتغلتهم سواء كنت مضيفه جويه وانا كنت متجوزه وكان عندي اولاد او حتى الشغلانه التلفزيون الاثنين لايف ستايل مختلف بتروحي رحلات نايت فلايت بالليل ممكن تصحي بدري ممكن ترجع البيت الساعه 4 الصبح حتى شغلانه المذيعه ممكن كنت اخلص البروجرام ارجع بيتنا الساعه 3 بالليل او الساعه 2 بالليل او يعني شغلانه ليها مواصفات خاصه بمواعيد غير مواعيد الناس بس انا دايما اقول الست اللي بتشتغل اكتر نظاما وترتيب في بيتها من الست اللي قاعده في البيت مظبوط صراحه الست اللي قاعده في البيت بتصحى براحتها تفطر براحتها تعمل غدا براحتها ما لسه بدري لكن الست العامله اللي بتشتغل دايما كل حاجه عندها ليها وقت مرتبه انا لازم برافو لازم اعمل كذا عشان انا ورايا كذا فبالعكس ما بتخليش حاجه تيجي على حساب حاجه تانية لا شغلها بيطغى على مهامها في البيت انا على فكره مش انا مش بدعي المثاليه والله على الناس تقول لك مش عارفه مش مثاليه قوي كده بس انا بتكلم انا بتكلم في اللي المفروض لازم توازني بين اهتمامك بالبيت واهتمامك بالشغل واهتمامك بالزوج صح ما تهمليش الزوج على حساب الشغل عشان كده ما كانش بيحصل واهتمامك بنفسك ده نمبر 1 صح 100% اظني هذا كمان سبب نجاحك ومنحبك جيل على جيل على جيل ست اميره فعلا هي التايم مانجمنت او الواحد يكون قادر انه هو ينظم وقته اكيد رح يساعده بكثير شغلات سواء كان على المستوى العملي او اكيد على المستوى الشخصي زي ما حكيتي الواحده فينا لازم تحب حالها هو في شعره صغيره زي ما بيقولوا بين انك تحبي حالك وتكوني انانيه فلازم احنا نقدر نعرف نحافظ على هاي عن جد شكرا لوجودك معنا ست أميرة يعني انت نورتينا وشرفتينا وزي ما انا بقول حضرتك نجمة الإعلام المصري والعربي نورتينا وشرفتينا وكنا سعداء انا ورند بوجود حضرتك معنا وزي ما فتحتي الفقرة حضرتك بقى تختمي برضو الفقرة هو ما يصحش والله لا ده يعني مش ده احنا اللي ما يصحش وجود مذيعتين جميلتين يعني بالجمال والحلاوه دي وانا اللي اختم مش لا ده احنا يعني ده احنا الشرف لينا ان حضرتك ان احنا موجودين مع حضرتك والكاميرا بقى مع حضرتك واحنا لسه مكملين بقى الحقيقه كانت فقره لطيفه جدا هو وهن
بس هو ما كانش موجود معانا. زعلانة منك يا هو خالص من عمرو، بس هو حد لطيف، وانتوا كمان يعني عاملين حالة لطيفة كده. انا مع مذيعات ومذيع حقيقي عاملين حالة مرحة لطيفة، انا بحب اتفرج على البروجرام بتاعهم، وعشان كده انا سعدت جدا وبسطت جدا من وجودي في الفقرة اللي قضيتها مع رند ومع نرمين. بشكر حضراتكم جدا مشاهدي المحور، وان شاء الله التقي بكم في وقت تاني او يكون لنا اطلاله جديده على حضراتكم. بشكركم كل الشكر، الى اللقاء.